احكي لنا ايش احدث التطورات في عالم تطوير البرمجيات، وهل في عندك نصائح بتقدمها للمطورين والمبرمجين العرب اليافعين اللي هلا بدهم يفوتوا عالم تطوير البرمجيات؟ هلا خلينا نحكي احنا يعني زي ما حكينا احنا الموبايل ديفلوبمنت هي الاكثر شيء هلا رائجه والديفلوبمنت بتصير بتمشي عليها. انا بالنسبه لي في موضوع مهم يمكن في الناس مش عم تنتبه عليه على موضوع الموبايل ديفلوبمنت، ان الموبايل ديفلوبمنت مقسوم تقريبا نصين او جزئين. في الموبايل انا بحكي طبعا من ناحيه تكنيكال وايز او من ناحيه تقنيه اكثر، انه في الابلكيشنز اللي هي نيتف ابلكيشنز المعموله كتطبيق انت ممكن تعمله نيتف معمول على لغه البرمجه الاساسيه، بينزل ابلكيشن عن طريق الاب ستور او عن طريق الماركت الموجوده. في جزء ثاني الناس عم تغفله هو تريندينج هلا، ومع تطور ال HTML بنزول ال HTML5 صارت ممكن تعمل ابلكيشنز اسهل من النيتيف ابلكيشنز وبنفس الكواليتي اللي هي بسموها الويب ابلكيشنز، موبايل ويب ابلكيشنز. هلا تطور بهذا المجال كثير عم بيشتغل، صارت في بلاتفورمز كثير تدعم هذا الموضوع وتسهل على المطورين. ميزته انه انت ممكن تعمل ابلكيشن واحد يشتغل على اكثر من بلاتفورم بدون ما تعيد تطويره او تعيد برمجته كمان مره. فبنصح انا كثير انه فعلا اي شخص بده يدخل على هذه التكنولوجيا او على الموبايل ابلكيشنز يفكر انه ممكن يروح للويب ابلكيشنز اللي هي اسهل والموضوع فيها عم تطور بشكل اسرع وسهوله التعامل مع. فعلا يعني ممكن انت تشوف ويب ابلكيشنز للموبايل ما تفرقها عن النيتيف ابلكيشنز. فكتير انا بنصح انه فعلا الرياديين يفكروا كتير في هذا الموضوع، لانه في ما في وعي كتير انه التفريق بين نيتيف ابلكيشنز وويب ابلكيشنز.